يعني صرنا بنعرف بالأيام الماضية كثر الحديث عن موضوع الكوليرا صحيح. وحالات الإصابة بسوريا بشكل عام، واللي كانت البداية من حلب، وتم تداول كثير على مواقع التواصل الاجتماعي إنه هل كل الحالات اللي عم بنشوفها حاليا، الإسهالات والإقياءات اللي موجودة، هل هي من أعراض الكوليرا؟ الأعداد، هل هي الأعداد صحيحة اللي عم بيتم الإعلان عنها أو لا؟ هل في محافظات وصل إلى الكوليرا ولسه ما تم الإعلان عنه؟ وكثير من التفاصيل. ومؤخرا أيضا كان هناك عدة بيانات لوزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع، لنتعرف أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع. معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور زهير السهوي، مدير طبعا الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. اهلا، صباح النور. هلا دكتور، مثل ما قلنا بالبدايه كسرت الاقاويل حسب عدد المصابين بالكوليرا. خلينا نريح الناس شوي ونطمنهم، خلينا نحكي الواقع كيف هو على الارض. تمام. بدايه لا صحه لما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام عن وجود انفجار بالحالات الكوليرا في دمشق او في المحافظات الاخرى. لغايه اليوم لهذا الساعة بالضبط، الإصابات الكلية بلغت 53 إصابة، موزعة كالتالي: حلب 22 إصابة، 13 إصابة، اللاذقية إصابات، دمشق. دكتور بس إذا في مجال، إذا عم تسمعني بس نرجع نعيد لأنه صوت حضرتك كان فيه شوية تشويش، أو يمكن عم تتحرك إذا بالسيارة أو شيء الصوت مو كتير واضح. نرجع نعيد من عند 22 حالة بحلب وبعدها ما سمعنا شيء. تمام. عدد الإصابات اللي بلغت 53 لغاية الآن. موزعين كالتالي: حلب 22 إصابة، الحسكة 13 إصابة، دير الزور 10 إصابات، اللاذقية 6 إصابات، دمشق إصابتان. من ضمن ال 53 إصابة 7 وفيات، 4 وفيات بحلب، وفتان في دير الزور، وفاة في الحسكة. نعم. طيب دكتور زهير، يعني مثل ما قلت حضرتك خطوة جيدة كانت جدا البيانات اللي أطلقتها وزارة الصحة، وخصوصا أنه قلت أنه نحن كل يوم تقريبا كل 24 ساعة أو كل 48 ساعة حيكون في تصريح عن عدد الحالات. هل نحن قادرين نشمل كل الحالات؟ هل ورد لكم مثلا إذا في حالات عم تتعالج بالبيت ولا لا عم بيتم فعلا كشف الحالات ومعالجتها كلها بالمشافي؟ طبعا اي حاله اسهال مائي عاد يتم مراجعه المشافي حصرا، وبيتم تقديم المشوره والخدمه الطبيه فورا. معظم الحالات تم شفائها وتخرجت الى المنزل. يوجد بعض الاصابات ما زالت في المشافي، غالبا للمرضى الذين يشكون من امراض مزمنه او ذوي نقص المناعه الذاتيه او المصابين بنقص التغذيه، في طور الشفاء. طيب دكتور زهير، خلينا نحكي عن الإجراءات اللي عم تقوم فيها وزارة الصحة بما يتعلق بانتشار مرض الكوليرا. تمام. نحن وزارة الصحة على مدار الساعة تقوم بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية. مع التنويه أن العلاج متوفر في كافة المشافي في كافة المحافظات، وتم تزويدهم بمخزون اضافي تحسبا لاي زياده بالاعداد. اما من ناحيه الاجراءات اللي وزاره الصحه بتاكد على اهميه اتباع اجراءات وسلوكيات الصحه العامه كغسل اليدين، شرب المياه من مصدر امن، غسل الفواكه والخضار جيدا، طهي الطعام جيدا وحفظه بدرجه حراره مناسبه، عدم تناول او شرب اي شيء مجهول المصدر او يشك بسلامته، اضافه والاهم من ذلك طلب الطبيه المبكره في حال الاشتباه بالاصابه، لان الوفيات اللي كانت عندنا السبعه هي سبب التاخر بطلب المشوره.
نعم. طيب دكتور، خلينا هيك نسأل سؤال كتير عالم سألته. نحن صلنا زمان كتير ما سمعنا عن حالات الكوليرا، أكثر من 30 سنة يمكن تقريبا، وسوريا رغم كل المشاكل التي مرت فيها ما كان عندنا حالات إصابة بالكوليرا. فجأة هيك طلعت الكوليرا، شو المسبب الرئيسي؟ سمعنا كمان أنه أنتوا عم بتتابعوا وعم بتحاولوا تعملوا تحاليل بأكثر من مكان مثل معمل تلج، معمل بوظة إلى آخره. شو المسبب الرئيسي اللي خلى الكوليرا ترجع تظهر مرة تانية؟ هلا سيدتي الكريمة، نحن في طور الكشف عن مثل ما بيقولوا المسبب الرئيسي، ونحن عم ناخذ بالتعاون مع الجهات المعنية نقطة عينات من الصرف الصحي والمعامل ومصادر المياه للكشف عن مصدر التلوث. نحن بداية أعلننا يوجد عينة إيجابية بالصرف الصحي في محافظة حلب، وعينة إيجابية من معمل لصنع مكعبات الثلج التي تم إغلاقه على الفور. تمام. طيب دكتور زهير، خلينا نحكي بالختام بعض النصائح لكل الناس، أهم الإجراءات الوقائية اللي لازم فعليا نقوم فيها، لأنه نحن عم نحاول مثل ما قلت ببداية حديثك الحد من انتشار من هذا المرض. طيب اسمحي لي بداية أعرف الإخوة المستمعين عن الكوليرا، أعراضها، حضانتها وشفائها. الكوليرا هي مرض ناجم عن إصابة بكتيرية تتسبب بإسهال مائي حاد، تستغرق فترة تتراوح بين 12 ساعة وخمسة أيام لكي تظهر الأعراض عقب تناول الأطعمة الملوثة أو تناول شراب أو شرب مياه ملوثة. تصيب الكوليرا الأطفال والبالغين على حد سواء. تمام. من أعراضها هي الإسهال المائي الحاد، وهن عام، آلام بطنية، إقياء وتشنجات عضلية وتجفاف. حضانة الكوليرا بتكون من خمس ساعات لخمسة أيام. شفاء يتم من ثلاثة أيام لخمسة أيام. معظم الحالات تشفى باستخدام أملاح الإيماء الفموية، ولكن الحالات الشديدة يتم معالجتها بالمشرب التعويض بالسوائل والأملاح المفقودة. نعم. يعني بدنا نتشكر حضرتك دكتور زهير السهوي مدير الأمراض السارية والمزمنة بوزارة الصحة على كل المعلومات، وبنتمنى فورا يعني بأقصى وقت مثل ما بيقولوا يتم السيطرة على الأمور، ويا رب ما تزيد عدد الإصابات. الأساسي للإصابة أكيد. نتشكرك الدكتور زهير. بس أحكي مداخلة بذكرني. تفضل تفضل. بدي أرجع أكد باسم وزارة الصحة الأخوة المواطنين على اتباع إجراءات سلوكيات الصحة العامة، مثل ما حكينا غسل اليدين وشرب المياه مصادر آمنة وغسل الفواكه والخضار بشكل جيد. والشغل الثاني بدي نوه عليها، وزارة الصحة عبر منصاتها الرسمية كل 48 ساعة تصدر تحديث عن الوضع الوبائي مشان تسهيل الحصول على المعلومة من المصدر المؤكد والحصري. تمام؟ نعم. شكرا لك دكتور زهير. أفضل الله أوقاتكم بكل خير. شكرا.